في إطار الأنشطة الإشاعية والثقافية التي ينظمها المجلس العلمي، دأبت خلية المرأة وقضايا الأسرة على تنظيم ملتقى القرآن الكريم في كل عام. وهذا العام الحمد لله استطعنا أن ننظم هذا الملتقى وفي نسخته السابعة، واخترنا له كموضوع الأمثال في القرآن الكريم. لماذا هذا الموضوع؟ ارتأينا أن نختار هذا الموضوع كي ينتقل الناس من التعامل مع القرآن الكريم يعني اهتماما بمبانيه من قواعد تجويد وما يهمها، إلى التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى واستيعاب واستنطاق الآيات القرآنية يعين على فهم المطلوب منا من القرآن الكريم، حتى نحقق حياة معتدلة تتميز بالوسطية والاعتدال. إذن فخلية المرأة هي قريبة من المواطنات، قريبة من الأطفال، قريبة من الشباب. فالهدف لنا عندنا من هذا هو أن نحيا بالقرآن الكريم حياة طيبة، هو أن نسعد بالقرآن الكريم سعادة لا مثيل لها في الدنيا وفي الآخرة. إذن فاليوم كان لدينا محاضرة تحت عنوان الأمثال في القرآن الكريم، فالغرض منها أن يعرف الأستاذ الكريم بالأمثال، معنى الأمثال، لماذا الأمثال، الغايات والمقاصد والأهداف من الأمثال في القرآن الكريم، ثم الفهم حينما نستوعب معنى المثل والغايات والأهداف نستطيع كلما وقفنا عند مثل من أمثال القرآن أن نفهم لماذا الله عز وجل ضرب هذا المثل كي يكون لنا عبرة ونتعظ به ونتخلق بأخلاق القرآن. هذا فيما يخص اليوم. أما فيما يخص موضوع الغد إن شاء الله تعالى، حتى تكتمل الصورة للمستفيدات والوافدين علينا حول هذا الموضوع، سيكون موضوعنا غدا بإذن الله عز وجل حول التطبيقات لما رأيناه اليوم. والتطبيقات نظرا لأن الأمثال كثيرة، اخترنا سورة البقرة لأن سورة البقرة تهم العقائد والمعاملات والعبادات. إذن فغدا بإذن الله عز وجل سنقف مع تطبيقات لما رأيناه اليوم في مع سورة البقرة، كي نمكن المستفيدة من تعميق الفهم ومن الاستيعاب الجيد من هذا الموضوع الذي هو الأمثال في القرآن. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم في الدنيا والآخرة. حضرنا اليوم في المجلس العلمي لعمالة مقاطعة عين الشق، كان اليوم ملتقى القرآن في النسخة ديالو السابعة، ولله الحمد اليوم كان يوم متميز وكان لقاء متميز، وحصل الحضور كان حضور الحمد لله حضور كبير وحضور متميز، وكانت الاستفادة ولله الحمد من هذه المحاضرة المتميزة. تحدث فيها الأستاذ على الأمثال في القرآن، هذا الموضوع المهم وهذا الموضوع الموضوع ذو شجون تطرق له الأستاذ، والحمد لله أجاد وأفاد في الموضوع، وكان استحسان كبير ديال الحضور، وخصوصا ان الكلام ديال الله سبحانه وتعالى ما كيملش منه الانسان وما كيملش من العلوم ديالو، ولله الحمد. ومهم، وغدا ان شاء الله باذن الله لنا موعد مع محاضره ثانيه سيلقيها الاستاذ المحاضر اللي هو عضو بالمجلس العلمي ديال مقاطعه درب السلطان الفيدا، الله يجازيه خير الجزاء. الشكر موصول المجلس العلمي لعمالة مقاطعة عين الشوق في شخص الرئيس الله يجزيه خير الجزاء، والأعضاء والمرشدين والمرشدات والواعدين والوعاد. الشكر موصول لهم جميعا على تنظيم هذا الملتقى، ملتقى القرآن في نسخته السابعة، تحت شعار قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.